بعد 94 يوما من الإضراب عن الطعام، أعلن الأسير الصحفي محمد القيق تعليق إضرابه المفتوح بعد أن تم الاتفاق عمليا على توقيف اعتقاله الإداري من قبل الاحتلال والإفراج عنه في 21 من شهر أيار المقبل. معركة القيق وانتصاره في تقرير رائد ياسين. القيق ينتصر، كلمة تحمل أسمى معاني الحرية لشخص حارب غطرسة وعنجهية الاحتلال بكل قواه. رحلة الأسير الصحفي محمد القيق في سجون الاحتلال بدأت بعدما أفضت إليه محكمة الاحتلال العليا منذ قرابة 100 يوم بتوقيفه إداريا بذريعة التحريض على العنف من خلال عمله الصحفي. واجه القيق قرار المحكمة بإضراب مفتوح عن الطعام بعد 4 أيام من اعتقاله، واستمر به 94 يوما للتنديد بأساليب التعذيب التي ينتهجها الاحتلال مع المعتقلين في سجونه والتي تعرض لها القيق منذ بدء اعتقاله. الصبر والصمود جعل من الفراش محطة نصر ونقطة بداية لحياة مفعمة بعطر النصر للقيق. نعلن لكم اليوم انتصار إرادة الأسير الصحفي محمد القيق، حيث بفضل الله عز وجل نعلن لكم أنه يتم الآن الاتفاق في مستشفى العفولة في تناغم وطني واحد وفي إطار وحدة فلسطينية وطنية اشتاق لها الشارع الفلسطيني كثيرا، تجلت في إضراب محمد الأسطوري في الشارع وفي التضامن والدعاء والجهد السياسي والدبلوماسي في هيئة شؤون الأسرى ومكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء وفي اجتماعات الفصائل الفلسطينية وشخصيات فاعلة ومؤسسات وشعب، وذلك بإشراف الهيئة العليا لأسرى حركة حماس وبجهود جبارة من جمعية نادي الأسير الفلسطيني ممثلة برئيس وحدتها الرئيس الوحدة القانونية فيها السيد جواد بولس وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية برئاسة السيد محمد بركة وبجهود من رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح داخل الأراضي المحتلة عام 48، على أن يكون 21 من أيار هو موعد الإفراج عن محمد، 21 من أيار المقبل عام 2016 هو موعد الإفراج عن محمد، وسيتلقى العلاج نظراً لحالته الصحية الخطيرة على يد طاقم طبي من فلسطينيي داخل المحتل في مستشفى العفولة. فعاليات شعبية ووطنية في مختلف المناطق الفلسطينية خرجت بفرحة عرس الحرية للقيق الذي لم يكن لحظة ليغيب عن ذهن الصغير قبل الكبير من أبناء الشعب المحتل. انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين القابعين في المعتقلات لم تكن لتعلم أن للحرية معنى أسمى وأكبر من مخاوف ظلم سجونها التي حاربها القيق بقلبه وعقله ليقهر الاحتلال وسجانيه.